احنا كلها. امام ازمه كارثه، مش ازمه، لان الازمه عندنا موجوده ما شاء الله، بس اللي بيحصل دلوقتي عادي ان شاء الله على مستوى العالم بيدينا كمان كوارث داخليه. تمام. امام الكارثه ما ينفعش ان احنا نغير المعتاد اللي هو يعني المعتاد ده في ظروف طبيعيه، لا لا ولكن في الازمات لازم نشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان نلحق هذا البلد. شريف وزملائك جهزوا هذا المشروع يعني ويطرح على المناقشه ويطرح على البرلمان. لا انا عندي مقترح تاني، تغيير هيكل الموازنه. انا بعيد كمان تقديم نفس المقترح اللي سبق واتكلمت فيه مع الرئيس السيسي واشاد بيه، واشاد بيه حقيقه. احنا سامعين حضرتك، اتفضل. حقيقه يعني احنا الان لازم نسعى للخروج يعني من هذه هذا المأزق بصيغة عامة عنوانها الأساسي هو الاعتماد على الذات. والاعتماد زي ما قلت من شوية على الذات لا يعني الاكتفاء الذاتي زي أكيد واضح، وهذا الاعتماد على الذات بيعني تعميق الصناعة زي ما السيد الرئيس بيقول. تمام. والتوسع في إنتاج الزراعي والحيواني والألبان زي ما الرئيس بيقول. وده أمر من الأمور اللي بتستتبع بقى ضرورة إعادة تخطيط أولوياتنا زي برضو مع الرئيس وكل المسؤولين قالوا. بس إحنا هنا بقترح أنه إطلاق مجموعة من المشروعات اللي بتحول حقيقة تتعامل مع الشعب على أنه عنصر فاعل وبتطلب منه أو بتحول طاقته إلى طاقة فعالة. وحقيقة الشعب المصري من الشعوب اللي بتظهر معدنها الحقيقي عند الازمات. صحيح. لما يجد ان البلد بتاعته محتاجه حاجه وعارف ان في ازمه عايز يمد ايده بيمد ايده. تمام. بس يبقى عنده ثقه في انه لما يمد ايده هيحصل حاجه كويسه. وده دليل حقيقه او تقدر تشوفه لما اطلق السيد الرئيس السيسي مشروع بتاع قناه التوسع في قناه السويس. تمام. شوف المليارات زادت عن الحاجه قد ايه. صحيح. وناس كتير على فكره من يعني المنتقدين كانوا بيقولوا لا ده الشعب بيقدم عشان ياخد ال 12% بيحط فلوس عشان ياخد 12%. وده طبعا كلام ما هوش يعني حقيقه له يعني مصداقيه شديده، لانه كتير قوي من الناس مع فكره لما انتهى الوقت المشاركه ما راحوش حتى سحبوا فلوسهم، لان قصه المشاركه. صحيح. والله صحيح. واعرف ناس والحمد لله انا منهم تشتري باسماء اولادي وتتحط في او في مستنداتهم ان احنا شاركنا. تمام. في هذا المشروع زي ما ابويا الله يرحمه شارك في مشروعات الاسمنت والحديد الصلب للعمال عبد الناصر، برضه الشهادات دي موجوده عندنا ما استردناش قيمتها. عايز اقول القصه قصه دقيقه ونص بيطردوني. لا هو دقيقه ونص مش عارف، يبقى لقاء تاني لانه ما ينفعش اقول هذا المقترح. مقترح طويل، مقترح طويل. عايز يعني الا نكتفي الا نكتفي بالحديث في الاقتصاد المصري عن اما مشروعات حكوميه. تمام. او مشروعات قطاع خاص. لا، في قطاع تاني اسمه القطاع التعاوني التشاركي اللي قايم بجزء كبير جدا في التنميه الاقتصاديه في الدول الاسكندنافيه وفي دول الخليج العربي. طيب انا هذا المشروع فيه كلام كتير قوي. دكتور فخري، هل عند حضرتك استعداد ان احنا نكمل الحوار؟ الحقيقه انا مستفيد جدا والله يا فندم. يعني الاسبوع القادم بس عشان الاسبوع القادم الاسبوع القادم احنا يعني نقعد حلقه ثانيه. نعم. ونبقى كل واحد فينا فكر بقى، وده الهدف من الحوار اللي ده الحوار يعني الوطني. انا سعيد جدا الحقيقه يعني الحوار الوطني اللي شغال وانا عندي قضايا كتير ثانيه لسه في الاولويات. وعلى الدكتور شريف عنده اكيد في اقتراحات يعني.